الأسبوع الأول من الشهر التاسع يكون وزن الجنين المثالي من 2.5 كيلو جرام إلى 3.8 كيلو جرام، أما طوله فيصل إلى 52 سنتيمتر تقريبا. الأسبوع الثاني من الشهر التاسع يكون وزن الجنين المثالي 2.9 كيلو جرام، أما طوله فيصل إلى 53.3 سنتيمتر تقريبا. الأسبوع الثالث والرابع من الشهر التاسع لا يحدث تغير كبير على وزن الجنين وطوله. في الأوضاع الطبيعية يزداد وزن الجنين 200 جرام عند الدخول في كل أسبوع من الشهر التاسع. أما بالنسبة للمرأة الحامل فيجب عليها اتباع النصائح التالية في الشهر التاسع حتى يمر بسلام وتصل إلى ولادة طبيعية وسهلة بإذن الله. أولا، زيارة طبيب الولادة كل أسبوع من الشهر التاسع، ذلك للإطمئنان على وزن الجنين وطوله وتحضيرات الولادة وغيرها. ثانيا، القيام بتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالولادة سواء كانت متعلقة بالمرأة الحامل أو الجنين من ألبسة وغيرها. ثالثا، ضرورة الابتعاد عن التوتر والقلق والانفعالات والامتناع عن سماع مشاكل الولادة ومحاولة دائمة للاسترخاء. خامسا، التكلم مع الجنين بحب وإيجابية لأن الجنين يستمع إلى المحيط الخارجي للأم ويتأثر به. سادسا، تناول كميات مناسبة من الخضروات خاصة الغنية بالفيتامينات منها والمسهلة لعملية الهضم مثل السبانخ والملوخية والخيار والبندورة أو الطماطم. سابعا، تناول السمك بكميات كافية والأطعمة المحتوية على الحديد. ثامنا، شرب 4 أكواب من الحليب أو اللبن الرايب أو ما يعرف بالزبادي بشكل يومي نظرا لغناهما بالكالسيوم. ثامنا، التقليل من تناول الشاي والقهوة والفلفل الحار والبصل والبهارات لأنها تؤثر على الأعصاب وتحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي مما يؤثر سلبا على الحمل. عاشرا، الابتعاد عن تناول الأدوية المهدئة أو غيرها من الأدوية بدون استشارة الطبيب، فالبعض منها قد يتسبب في إحداث تشوهات خلقية عند الجنين. 11، ضرورة الابتعاد عن السهر والنوم لفترة كافية تصل إلى 9 ساعات يوميا. 12، الابتعاد عن حمل الأشياء الثقيلة أو عمل أشغال شاقة متعبة.